وللمزيد من النقاش حول الخطوة التي اتخذتها القوات الأمريكية في أفغانستان وانسحابها من قاعدة باغرام العسكرية وتداعيات ذلك على المشهد السياسي الأفغاني، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية السيد حسن أبو هنية. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم سيد حسن. وصفت بالخطوة التاريخية على لسان الناطق أو المتحدث باسم حركة طالبان، كيف تقرأ الموقف الآن في أفغانستان بعد مرور هذه السنوات وإخلاء القوات الأمريكية من هذه القاعدة؟ من الواضح أنه بعد نحو 20 عام من الغزو الأمريكي لأفغانستان وإزاحة حركة طالبان أو الإمارة الإسلامية عن الحكم والمجيء بحكومة أفغانية من كارزاي إلى أشرف غني، من الواضح أن كل هذه السنوات لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من قهر وكسر حركة طالبان، وبالتالي بات واضحا أن تحقيق هزيمة عسكرية بحركة طالبان أمر غير ممكن، ولذلك دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات مباشرة مع حركة طالبان. كانت قبل ذلك قد أنجزت مجموعة من المفاوضات عن طريق وساطة عديدة دولية وإقليمية، ولكن في النهاية دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات مع حركة طالبان بشكل مباشر وبدون الحكومة الأفغانية، وبدأت هذه أنجزت مؤخرا في الدوحة، وبالتالي كان ينبغي أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم في مايو أيار الماضي، ولكن في مايو أيار ولكن أجل إلى سبتمبر. إذن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تسمى كما كان قد وعد جو بايدن وكذلك وزير الخارجية بلينكن بإنهاء ما سمي حروب أمريكا إلى الأبد، الحروب بلا نهاية، ما يسمى الحرب على الإرهاب. وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى في ذروة وجود العسكري الأمريكي 2011 عندما بلغ أكثر من 100,000 جندي بالإضافة إلى القوات الأفغانية والقوات الأمنية التي تجاوز عددها 300,000، وكل هذا الإنفاق كما أشرت أكثر من تريليون دولار، لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من كسر الحركة، وبالتالي في النهاية كان لابد من الانسحاب، وهذا ما تفعله الإدارة الأمريكية الآن. الأمريكان الآن يأملون بعد الانسحاب أن تنخرط حركة طالبان في العملية السياسية، لكن الحكومة في كابول تتخوف من سيطرة الحركة على مناطق أخرى أو على قطاعات أخرى من البلاد. ماذا نتوقع بهذا الخصوص سيد حسن؟ أعتقد التوقعات معروفة، يعني كانت هناك توقعات أمريكية سواء استخبارية وكذلك مراكز دراسات أن حركة طالبان بمجرد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسيطر على كامل التراب الأفغاني خلال سنة إلى سنتين، لكن التقارير الاستخبارية الأخيرة بدت غير حتى متفائلة بهذا الوقت، وبدأت تتحدث عن سيطرة حركة طالبان في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وبالتالي من الواضح أن الحكومة الأفغانية حتى كما رأينا قبل إتمام الانسحاب الأمريكي في أيلول سبتمبر نشاهد أن حركة طالبان تتمدد، هي تسيطر عمليا على أكثر من 60% ومعظم المناطق الريفية، وبالتالي بدأت تتمدد نحو المديريات والمقاطعات والمدن، وبالتالي انهيار الحكومة الأفغانية مسألة وقت، لأن نعلم أن هذه الحكومة هي في النهاية حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل في مفاوضات. السؤال المطروح الآن أستاذ حسن، السؤال المطروح الآن، طالما أن حركة طالبان ستعود لتحكم البلاد مرة أخرى، فما فائدة الحرب التي حصلت وما فائدة الاحتلال الذي استمر طيلة 20 عاما؟ هل سيسمح الأمريكان بمعنى آخر بعودة طالبان مرة جديدة وهي ذاتها لم تتغير من الناحية السياسية؟ بالتأكيد هذا ما حدث فعلا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت كما نعلم عندما دخلت في مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان، كانت قد تراجعت عن تصنيف حركة طالبان كمنظمة إرهابية وأفرجت عن جميع سجناء حركة طالبان في غوانتنامو وكذلك في باغرام وفي غيرها من المناطق، وبالتالي هي بدأت تعترف بحركة طالبان، وعلى هذا الأساس جلست على طاولة المفاوضات وحددت الانسحاب، فهي سواء اعترفت بذلك أم لا تعترف فهي حركة، فالغزو الأمريكي هو تعرض لهزيمة كما تعرض للعراق وانسحب نهاية 2010 بداية 2011. إذن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بصرف النظر عن هذا الاعتراف لكنها فعلا وحركة طالبان تتصرف كحركة منتصرة، ولذلك رفضت
التحاور مع حكومة غني وثم ومن قبله كرزاي، لأنها تعتبرها حكومة احتلال، وبالتالي هي تطالب. وجميع المفاوضات السابقة فشلت لأن كانت الحركة تؤكد على عدم الالتزام بالشروط الأمريكية والأفغانية، التي كانت تقول الالتزام بالدستور والديمقراطية وكذلك نزع سلاح الحركة والتخلي عن الحركات الجهادية. كل هذه الشروط انتهت في المفاوضات المباشرة، وبالتالي أصبح الاتفاق فقط على الانسحاب وعدم استخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وبالتالي بطبيعة إذا نظرنا إلى هذا الاتفاق يشير إلى لا شك هزيمة القوات الأمريكية، وبالتالي هذه الحرب التي هي أصبحت عبثية. وشهدنا الجدل الكبير في أمريكا حول ما يسمى الحروب بلا نهاية أو الحروب العبثية. هل تعتقد أن هذا النموذج يعد نموذجا ملهما بالنسبة لتجارب أخرى؟ بمعنى أنه يعني في الألفية الثالثة اليوم نتحدث عن أقوى، عن قوة عظمى تضطر للانسحاب مجبرة أمام الكفاح المتواصل والقتال المتواصل لحركة طالبان. هل يمكن أن تعمم هذه التجربة في مناطق أخرى من بلادنا العربية؟ بالتأكيد نحن شاهدنا انسحبت قبل ذلك من العراق، عندما تمكنت المقاومة العراقية من إجبار الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب بعد أن كلفتها أكثر من 4500 قتيل، 60,000 جريح، وأكثر من 3 تريليون دولار تكاليف مباشرة وغير مباشرة. وبالتالي ومن قبلها نعلم أنها كانت قد انسحبت من أفغانستان، رغم أنها دمرت أفغانستان ودمرت العراق ودمرت فيتنام، لكنها في النهاية لم تستطع أن تفرض شروطها في النهاية، وتمكنت التجارب المحلية من هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه رغم الكلف العالية. وبالتالي بالتأكيد وهذا نشاهد الآن. ولكن أيضا ينبغي أن نفهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي بدأت يعني منذ 2018 وظهر ذلك في استراتيجية الأمن القومي، وكذلك منذ يعني قدوم أوباما ثم بعد ذلك ترامب في استراتيجيات الأمن القومي تؤكد على أن التنافس المستقبلي هو بين الدول، وبالتالي التوجه نحو آسيا المحيط الهادي لمواجهة صعود الصين ثم مواجهة التداعيات الصحية والمالية لجائحة كورونا، وبالتالي أصبحت تتراجع عن منطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا سيد حسن أبو هنية المتخصص في شؤون الجماعة الإسلامية، كنت معنا عبر سكايب من عمان.